السلام عليكم ورحمة الله. طلبة الدبلوم التحليل الطبية، مرحبا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله ربنا يعافيكم. إن شاء الله هنتابع المحاضرات المتبقية إن شاء الله من الكورس في خلال 3-4 محاضرات، وحيكون إن شاء الله هناك التزام بمتابعة هذه المحاضرات لأنه حيكون في هناك تقييم له إن شاء الله رب العالمين. وسوف أرسل الرابط إن شاء الله بتاع القناة على أساس تتابعوا المحاضرات. حبعت رسالة إن شاء الله، وحبعت من خلال الموديل الرابط إن شاء الله رب العالمين، الموديل الموجود على موقع الكلية، وأكيد كلكم لكم أكسس لهذا الموديل، وتتابعوا المحاضرات إن شاء الله، وتكتبوا هناك إذا في أي تعليقات بعد ما ننهي من المحاضرات الثلاثة أو الأربعة. حيكون هناك إن شاء الله عندنا كمان محاضرة لأي سؤال تسألوه، بتجمعوا الأسئلة إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله على استعداد نجاوب الأسئلة. فإن شاء الله تكونوا معنا، تركزوا وتتابعوا المحاضرات إن شاء الله. زي ما بتعرفوا المرة الماضية تحدثنا من فترة شهر ونص تقريبا، كان في عنا من بداية الفصل نتحدث على الكورس بتاعنا، كان حديث على موضوع التوليرانس، وتحدثنا كذلك على موضوع الديستيربنس لهذا التوليرانس، الخلل اللي صار في عندي في التوليرانس تاع جسمي. وتحدثنا إذا بتذكروا قلنا التوليرانس هو سنترال، وكذلك ممكن يكون بيريفرال، ووضحنا إيش طبيعة البيريفرال والسنترال. بعدين تحدثنا انه في عندنا خلل ممكن يحصل عندنا في التوليرانس ويؤدي الى اوتو اميونيتي، يعني زي ما بيقول الجسم بياكل بعضه بالمفهوم العامي، تمام. ووضحنا امثله من هذا الاوتو اميون ديزيز، اللي منهم بيحصل على اساس انه تي سيل ديبندنت، وانواع اخرى بتصير بتكون موجوده عباره عن انتي بادي ديبندنت. ثم تحدثنا بعد ذلك على موضوع الهايبر سنسيتيفيتي، وبدينا في الحديث عن الهايبر سنسيتيفيتي بانه وضحنا انه الهايبر سنسيتيفيتي هي عباره عن immune response against foreign antigen، لكن هذا بدل ما يروح يحمي هذا الاميون ريسبونس بصير عباره عن، بدل ما يكون بروتكتيف بيكون عباره عن deleterious، يعني بيؤدي انه يكون في عندي ضرر على اللي هو جسمنا بشكل او باخر. وتحدثنا كمان انه الهايبر سنسيتيفيتي في عندنا 4 انواع منهم، نمبر 1 2 3 4، وتحدثنا انه نمبر 1 و2 و3 بيكونوا عباره عن انتي بودي ديبندنت، في نمبر 4 هو عباره عن تي سيل ديبندنت، بنمبر 1 الاي جي ام هو المين انتي بودي، وكذلك في عندنا سيلز بتلعب دور في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي الماس سيل. نمبر 2 تحدثنا على الاي جي جي والاي جي ام، هم الانتي بوديز اللي بيكونوا في الصوره من ناحيه الاميون ريسبونس، وكذلك الكومبلمنت مع وجود الماكروفاج وبيحصل عندي اميون رياكشن، تمام. والنوع الثالث الحديث كان على الانتي بودي اي جي جي بالدرجه الاولى، والاي جي جي طبعا هو بيرتبط مع الانتيجين بحيث انه يحصل عندي هناك ارتباط كومبلكس، وبياتي بعد ذلك الكومبلمنت، والكومبلمنت بيطلع منه ماده اسمها انافيلاتوكسين، وهذه الماده بدورها بتعمل عمليه تحفيز للبلاد فيزلز الاوعيه الدمويه النفاديه تاعتها، وبيحصل عندنا ديبوزيشن للي هو مين هذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس في ما بين الاندوثيليال سيل والبيزمنت ممبرين الموجود عندنا في البلاد فيزلز، وبيحصل عندي انفلاماتوري بروسس، يعني عمليه مناعه يؤدي انه يصير في عندي انفلاميشن، على لانه ممكن الانتيجين انتي بودي يترسب في اماكن في جسمي من خلال الجوينتس المفاصل، من خلال الكدني، ويعمل انفلاماتوري بروسس، يحصل عندي انفلاميشن نتيجه اللي هو الكومبلمنت عندما ياتي، او نتيجه انه تأتي خلايا الماكروفيج، خلايا النيوتروفيل، وتطلع الانزيمات تاعتها وتعمل انفلاميشن وتآكل في الخلايا الموجود فيها هذا الانتيجين انتي بودي كومبلكس.
وعندنا النوع الرابع اللي هو تي سيل ديبندنت، عندنا سي دي 4 تي سيل هي اللاعب الاساسي مع وجود سي دي 8 سيل وكذلك ماكروفيج. تمام، ما فيش عندنا هنا انتي بودي له علاقه في موضوع الاميون ريسبونس. وتحدثنا كذلك خلال المحاضرات السابقه على تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. اوكي، تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، وذكرنا بانه التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي في عندنا اللي هو نوع سميناه اميديت هايبر سنسيتيفيتي. اوكي، بحيث انه الرياكشن اللي بيحصل عندي كاميون ريسبونس اللي بصير يعني بالفعل بنسميه ديليتيريوس ويعمل لي مشاكل اللي هو السكند ريسبونس. وكانه انت بتقول لي الهايبر سنسيتيفيتي نمبر 1 فيها اللي هي برايمري ريسبونس والسكندري ريسبونس. والكلام هذا تحدثت فيه بحيث انه يحصل عندنا طبعا عدة اشياء موجودة، بمعنى انه بيصير عندنا فيزز. هذه الفيزز 3 فيزز اللي هم عبارة عن sensitization phase، activation phase، و effector phase. تمام، هذه عبارة عن فيزز، مراحل تشكل اللي هي الاميون ريسبونس. وهذا اللي ادى انه يصير عندي انفلاماتوري بروسيس واشكاليه في داخل جسمنا اللي بنسميها احنا الاليرجي. طبعا هذا الكلام ممكن يؤدي طبعا الى اكزيما، نوع من الحساسيه الجامده، بصير انفلاميشن، ازمه، ناس عندهم ازمه، ناس عندهم رينايتس، نوع من الرشح بشكل او باخر. اذا هذه الفيزز sensitization phase، activation phase، effector phase تحدثنا عنهم، بنحاول نعيد الحكي عنهم بشكل سريع في هذا الموضوع. لو نيجي للصورة العامة، الصورة العامة تمام، قلنا بيكون عندي هناك allergen. اوكي، هذه الallergen طبعا بتخد الانتيجين بريزنتنج سيل. تمام، وبصير بريزنتيشن عرض لهذا الاليرجين على السطح، وبتتقابل خليه التي هيلبر. اوكي، وتتعرف التي هيلبر سيل من خلال التقاء التي ريسبتور، تي سيلز ريسبتور، مع مين؟ مع الام اتش سي كلاس. طبعا عندنا 2 بكون جواها الاليرجين از بيبتايد، وبيحصل عندنا تحفيز للسي دي 4 تي هيلبر سيل. وهنا التي هيلبر سيل حتلتقي مع البي سيل. اوكي، والبي سيل بدورها طبعا من خلال السيتوكاينز اللي حتخرج من السي دي 4 اللي هم انتر لوكن 4 وكمان حيكون عندنا 5. البي سيل حتتنشط وتعطيني بلازما، يعني على اساس تكون بلازما سيل او ميموري سيل. البلازما سيل حتعطيني انتي بوديز الوت، من اسمهم طبعا اي جي اي في الحاله هذه. اذا هنا العمليه حصلت عندنا في اول مره، الانتي بوديز الاي جي اي لهم مستقبلات على الماس سيل. مستقبلات على مين؟ على الماس سيل. فبيقعدوا الانتي بوديز اللي هم اي جي اي على الماس سيل، وهذه المرحله احنا بنسميها اللي هو السنسيتايزيشن فيز. تمام، ان هو وجود انتي بودي، هاي مكتوب عندنا سنسيتايزد ماس سيل، وجود انتي بودي اي جي اي على السيرفيس بتاع مين؟ بتاع البي سيل. هذا وضع بيحصل عندنا، ممكن يكون بعد فترة شهر شهرين ثلاثة ستة سنة، اتس اوكي. بيحصل عندنا الآن مرة ثانية، احنا قلنا عشان يحصل عندي عملية اليرجين ممكن يحصل عندنا في السكند طبعا اكيد ريسبونس، سكند ريسبونس انه بصير عندنا بنتعرض للاليرجين بعد فترة، زي ما بكون عندي موسم تعرضت فيه انا للغبار، تعرضت فيه لبعض من اللقاحات الازهار. بصير بعض احيان من سيرتن بعض من دست موجود عندنا. اوكي، هذه الاشياء كلها بتاثر علينا. فالمره الثانيه من التعرض وهذا الاليرجين بيجي عندنا، لما بيجي يروح بيشبك على وين؟ بيشبك على اللي هو الانتي بوديز الموجوده على الماست سيل. تمام، الان وكانه انت بتقول لي السنسيتايزيشن فيز خلصنا منها، بينتج لي باشتباك. بصير كل ما وجد
عندي تو انتي بوديز نير ايتش اذر، وهذا شرط اساسي انه لازم يكون عندي الانتي بوديز نير ايتش اذر، هيجي الاليرجين ويشبك عليهم اوكي، ويحصل عندنا اكتيفيشن فيز. الاكتيفيشن فيز اللي هو عباره عن خروج المواد من اللي هو الماسل تمام، وهذه المواد بنسميها برايمري جرانيولز او سكندري جرانيولز، يعني هناك يوجد مواد في داخل جرانيولز اوريدي موجوده في الخلايا الماسل تمام، وكذلك يحصل هناك بناء لمواد اخرى في داخل السكندري جرانيولز في الماسلز. هنا بيحصل عندنا ايش؟ الاكتيفيشن، بحيث ان هذه المواد تبدا ايش؟ تخرج من الماسل وتلعب دور في طبيعه الاميون ريسبونس، وتعمل عندنا عده شغلات على مستوى السموت ماسل، تاثر عليه يعمل لي كونتراكشن بلاد فيزل، ممكن يزود لي بيرميابيليتي للميوكوس جلاند، بطلع الميوكوس سكريشن، البليتلتس بيعمل لي اكتيفيشن للبليتلتس وبتعمل اجريجيشن مع بعض تتجمع وتعمل نوع من الكلوت. بيحصل بعض احيان يحصل عندنا سنسوري نيرج اندنج، يعني يحصل عندنا نوع من اللي هو الاتشنج بخلال انه صار في عندنا ستيميوليشن للنيرف سيستم. اذا هذه هي الاشياء اللي حصلت عندنا، سواء كان صار عندي اكتيفيشن وصار عندي ايش؟ افكتور فيز اثرت على الاعضاء. خلينا نعدي برضو على التيبل الموجود عندنا. قلنا في نمبر 1 احنا ما زلنا بنحكي ان الاي جي اي هو الاساسي في الموضوع هذا ميديتد تمام. ممكن يكون هذا الماده تعمل لي سيستميك انافيلاكسيس، ايش يعني؟ انه يصير عندي مشاكل في اكثر من جهاز في جسمي ويعمل لي انافيلاكسيس، انا اللي هو معناته بعاد وي ار فار من البروتكشن، يعني مش هيحصل عندي بروتكشن، هيحصل عندي مشاكل. وذكرنا انه انا في عندي دراج، ممكن عندي يصير فينوم بعض من السموم بتاعت السنيك يعني الثعابين، بعض احيان بينط، بعض احيان المكسرات معينة تمام، في منها بيدخل من خلال انترافينوس او بصير له ابسوربشن بشكل او باخر، بصير عندنا اديمة. ايش يعني اديمة؟ انه بتنتفخ الاريا اللي حصل فيها هذا الرياكشن تمام، ونتيجة الاديمة صار في عندي استخراج او خروج السائل بتاع البلاد فيزلز بتاع الدم البلازما على اللي هو هذه الاريا وعملت لي ايديما نتيجة البيرميابيليتي. بعض احيان ممكن تأثر في موضوع اللنج، زي الناس اللي عندهم ازمة من الغبار، ازمة من روائح معينة، ممكن يؤدي انه يصير عندي مشاكل في اللنج ويصير عندي تسكير في منطقة الكافيتي بتاعت اللنج، ويحصل عندنا نوع من الكولابس وما يصيرش عندنا اللي هو مجال نقدر يحصل عندنا تأخذ للأكسجين من خلال تبادل الأكسجين مع مين؟ مع بين اللي هو الهواء وبين البلاد اللي جاء عندي على اللانجز، ويصير عندي بعض أحيان انفلاميشن التهاب في منطقة اللانج، وبعض أحيان ممكن يؤدي إلى الوفاة. عندنا ويل أند فلير اللي هو عبارة عن تضخم الأريا، ويل انتفاخ وفلير احمرار، ممكن نتيجة انسكت بعض احيان صار عندنا لدغة من بعوضة، بعض احيان من نباتات احتكت معنا، بيحصل عندنا هذا الامر بيكون سبكوتينيوس، بيصير عندنا انكريز في البلد فلو، وبيؤدي انه يصير عندنا فاسكولار بيرميابيليتي بتزيد، وبتخرج السوائل وبصير عندنا نوع من الاديمة ونوع من الاتشنج في هذه الاريا. طبعا اللي بصير عندنا هنا بنحكي على رياكشن هنا بنات، انه الرياكشن هذا بيحصل بياخذ في الوضع الطبيعي ممكن يصير ياخذ منت، عشان هيك نمبر 1 اليرجي. في منه بقول طبعا بيصير عندنا ايرلي بياخذ عباره عن جاست ميبي منت اوكي، وممكن يكون ليت انه ياخذ عندي ايش؟ عده ساعات. ليش ليت؟ تذكروا قبل شوي تحدثنا بانه في عندنا الجرانيولز برايمري وعندنا سكندري، اذا في مواد تخرج سكندري من الجرانولز، هذه المواد برضه ممكن تطيل من عمر الاميون رياكشن والانفلاماتوري بروسيس الموجود عندنا بشكل او باخر. كمان ممكن يصير عندي اليرجيك من ناحيه رينايتس تمام، انه يصير في عندنا مشاكل في الرشح وفي بشكل او باخر، انه احنا عملنا اللي هو انهيليشن، شمينا هذه الاشياء زي البولين ريجويد، اسماء لمواد نباتيه نباتات، واللي هو في عندنا الدست ممكن يعمل هذا الكلام ويعمل عندنا اديمه في النيزل ميكوزا
تهيج في منطقة النيزل، تمام، يحصل عندنا discharge في الميوكاس الوت. البرونكيا الأزمة زي ما ذكرنا أزمة إنه ممكن من خلال بولن بعض من النباتات اللي هو أزهار أو الدست الغبرة تصير له انهيليشن ويصير عندي مشاكل في البلاد، عفوا في ليش في اللانج، يصير عندي برونكيال كونستريكشن تضييق في البرونكيولز بتاعت اللانجز أو انكريز ميوكاس سكريشن، ميوكاس تبدأ تطلع، تمام، ويصير عندي انفلاميشن التهاب في منطقة الألوفيولايز بتاعت اللانج، وهذا أدي إنه يصير في عندنا تسكير في هذه الأريا وفي هذه الكافيتي بتاعت اللانج، ويؤدي إنه يصير عندي مشكلة في موضوع تبادل الأكسجين مع مين؟ مع الهواء ما بين البلاد وما بين الأير اللي عملنا له بريدنج. الفود كمان ممكن يعمل أليرجي في بعض الأحيان، بناكل مأكولات عند طبعا مش كل الناس، لأن موضوع الحسية زي ما إحنا لازم نعرف إنه لو في عندنا سبب معين واضح في إنه يعمل لي حساسية كان زمان حلينا أو انحلت المشكلة، لكن ممكن يكون عندنا أسباب وراثية، أسباب بيئية كلها بتجتمع مع بعض وبيؤدي إنه يصير عندنا حساسية، زي ما قضية إنه تلاقي ناس عندنا في الفود بياكلوا مثلا سمك مع حليب مثلا، بصير عندهم ناس ما بياكلوش بياكلوا ولا بصير معهم أي حاجة، فبتختلف من إنسان إلى آخر. إذا الفود أليرجي ممكن يكون خلال الأورا اللي أخذناه، ممكن يؤدي إنه في عندنا، طبعا إحنا تنسوش كمان إنه حوالين صحيح البلاد فيزل في عندنا ماسل ألوت، وكذلك حوالين الانتستين والمناطق هذه في عندنا برضو ايش ماسل ممكن تتفاعل وتعمل عندي مشاكل ويصير عندي فوميتنج بشكل او باخر، او يصير عندي دياريا، تمام، اسهال، تمام، ويصير عندي اتشنج، او يصير عندي لو نوع من الارتكاريا، نوع من اللي هو الانفلاميشن اللي هو بيكون شوي اصعب من موضوع الاتشنج. هذا بشكل عام في موضوع نمبر 1. طبعا تحدثنا انه في عندنا مواد موجوده زي الهستامين، سيروتونين، زينوفيل، كيموتاكتيك فاكتور، يعني في عندنا عوامل بتخرج بتقول للإنزينوفيل تعالي، بتقول للنيوتروفيل تعالي، وهذا كله بيعمل موجوده مواد فوين في البرايمري جرانيولز، وفي الاخر هذه المواد هتعمل فاسكولار بيرميابيليتي بتزيدها، بتزيد سموث ماسل كونتراكشن، تمام. في عندنا بروتيز انزيم، هذا البروتيز انزيم بساعد بانه يخلي الميوكس سكريشن يطلع من الميوكس جلان، وبصير عندنا بعض الاحيان ديجريديشن في البلاد فيزلز، بلاد فيزلز بيزمنت ممبرين، وبصير عندنا مشاكل كمان في موضوع الانافيلاتوكسينز، وهذه الانافيلاتوكسينز بتاعت الكومبلمنت ممكن تضر او يكون لها مضاعفات من ناحيه زياده الانفلاماتوري بروسيس. طبعا في عندنا سكندري، وكأنه انت بنقول انه في عندي جرانيولز جديدة موجودة فيها مواد جديدة انبنت، تمام، زي مين؟ زي البليتلتس اكتيفيتنج عندي فاكتور بتساعد انه تخلي البليتلت تعمل اجريجيشن زي ما شفنا في الصورة، تمام. في عندنا ليكوترينين، هذا بزود الفاسكولار بيرميابيليتي، اوكي، بتاعت الخلايا البلد فيزلز، وكذلك ممكن ايش يعمل كونتراكشن للبلد للبلمنوري سموت مصل، يعني يضيق يعمل كونتراكشن، يضيق اللي هو ايش البرونكيولز بحيث انه ما يكونش في مجال لتبادل الاكسجين، وهذه من ضمن المشاكل. البروستاجلاندين ممكن يعمل هذه العمليه اللي ذكرناها سابقا. في عندنا كمان مواد ثانيه اصعب واصعب بسموها برادكينين، هذا البرادكينين برضه بتزود من الفاسكولار بيرميابيليتي وبتزود من الماسكولار كونتراكشن. عندنا سايتوكاينز انترلوكين 1 تيومر نكروسيس فاكتور الفا، هذه ممكن تعمل برضو زياده في الانفلاماتوري بروسيس، وكذلك سايتوكاين زي ما احنا شايفين في التي بي الموجود عندنا. اذا الان عرفنا انه نمبر 1 هي عباره عن رياكشن بيحصل نتيجه السكند اكسبوز لمين؟ للالرجين. ونتيجه السكند اكسبوز قلنا ممكن يحصل اميون رياكشن ويكون ايرلي او يكون عندنا ليت ياخذ وقت كثير، وذكرنا انه هذه الاليرجيك رياكشن ممكن يكون يعني عباره عن ستيجز، سنسيتايزيشن اللي هو نتيجه اول مره،
وصار في هناك عرض للانتي بادي على السيرفس بتاعت الماسل، او يصير عندنا النوع الثاني اللي هو نوع اللي قلنا عنه اكتيفيشن، تبدا يتنشط الخليه الماسل بعد الاليرجين ما يجي يشبك على الانتي بادي، ويحصل عندنا ايش تحفيز للجرانيولز انها ايش تطلع المواد تاعتها وتكبها برا عنا، وبيحصل عندنا في الاخر رياكشن اللي هو احنا بنقول عنه افكتور فيز، الفيز الثالث انه هذه المواد تروح وتعمل الرياكشن تاعتها اللي ذكرناهم من خلال الحديث السابق. نيجي للنوع الثاني من موضوع الهايبر سنسيتيفيتي، وهو قلنا بيشترك فيه انتي بادي اي جي ام او اي جي جي. تمام، ان موست كيسز اي جي ام واي جي جي، ممكن يحصل عندنا اي جي اي. تمام، ايش اللي بصير عندنا الان؟ الانتي بادي بهاجم تمام انتيجين، سيلف انتيجين ممكن يحصل. يعني ايش بيعمل احسن؟ يعني بعض الاحيان ممكن تيجي تقول لي انت انه النوع الاوتو اميون ديزيز هو ممكن يعمل لي اليرجيك رياكشن. طبعا ممكن يحصل، احنا ذاكرين في الاوتو اميون ديزيز انه في بعض الاحيان انتي بادي بروح بهاجم اللي هو اشياء ثابته، زي مثلا تتذكروا في عندنا مستينيا جريفز وعندنا جريفز ديزيز جريفز. في المستينيا جريفز بتسمعوا بالانتي بادي اللي شبك على الاسيتيل كولاين ريسبتور وعمل انفلاماتوري رياكشن، بيحصل عندنا اللي هو وجود انفلاماتوري رياكشن نتيجة انتيجين هاجم انتي بادي هاجم انتيجين، وكان عندي ايش كومبلمنت، والكومبلمنت اجى شبك على الانتيجين انتي بادي وعمل انافيلاتوكسين اعطاني واستدعى الخلايا المناعه واجت على الاريا وعملت انفلاميشن. اذا هذا سيلف انتيجين. ممكن يكون موديفايد انتيجين، ايش يعني؟ والله نحن تعرضنا مثلا لسيرتين مايكرو او سيرتين يعني كيميكالز تعرضناها من الخارج وشبك على الانتيجينات تاع جسمي وغير من شكلها وصارت عباره عن شيء غريب وتهاجمت وتم مهاجمتها من مين؟ من الانتي بادي اللي عندنا. طيب اذا هذا الانتيجين انتي بادي رياكشن عاده كمان بدنا نحكي انه بنتذكر في الحديث عن الاولاني اللي تحدثنا على النمبر 1 بتلاقي انه الاليرجين عباره عن سوليوبل ماده بتيجي عندنا، يا اما بتدخلها ماده فري، يعني مش عباره عن انتيجين فيكس على خلايانا، لا عبارة عن اليرجين، مادة في أكل، مادة دخلت عنا من الجلد، مادة دخلت عنا من النيزل. تمام، فهلو بنجرة. لكن في موضوع النمبر 2 هايبر سنسيتيفيتي تحس انه عنا في مهاجمة لانتيجين فيكس. تمام، انتيجين ايش بكون عنا فيكس بشكل او باخر، وممكن يؤدي انه يصير عندي لايسز للخلايا. تمام، ممكن يؤدي انه الخلايا يصير مهاجمتها بشكل او باخر من خلال الفاجوسيتك سيل. طيب وبقول لي هذا الكلام ممكن يخير من كومبلمنت اكتيفيشن وكمان الانتي بادي ديبندنت سيل ميديتد سايت توكسيسيتي، انه ايش بيحصل عندنا؟ بيحصل عندنا انه الانتي بادي بيروح بيشبك على ذاكرين الكلام هذا بس ناكد عليه الان، انه الانتي بادي بيشبك لي على مين؟ على الانتيجين الغريب الموجود على السيلز، وبروح بيجي يستدعي مين؟ اللي هو خلايا زي الماكروفيج، تعالي يا خلية عفوا النيوتروفيل، خلايا النيتشر كيلر سيل، بيشبك على مين؟ على الاف سي ريجون بتاعت هذه الانتي بادي اللي شبكت لي على الانتيجين، وبتيجي هذه الخلايا بتتجمع حوالين الخلية اللي احنا معنيين تكون تارجت إلنا، وبصير لها اتاك من خلال الكومبوننتس المواد بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو الخلايا المحيطة بالانتيجين اللي احنا ذكرناه. على هذا الاساس سموها انتي بادي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي، انه هذه الخلايا مجتمعه الايزينوفيل النيوتروفيل الماكروفيج والنيتشر كيلر سيل بتعمل عمليه الاتاك. الانتي بادي ميديتد سيل ديس فانكشن بعض احيان الانتي بادي باين ممكن انت يعني بيحصل عندنا انه انت بتعيق عندما يشبك الانتيجين على الانتي بادي، الانتي بادي على الانتيجين عفوا، بعيق اللي هو ايش؟ انه هذا الانتيجين يجي من خلاله اي فائده او اي اميون او اي سيجنال يستفيد منها الخليه. هذا بيحصل عندنا زي قضيه انه الانتي بادي اللي شبك على مين؟ على بس انا يعني التوضيح التمثيل مع الهايبر سنسيتيفيتي شويه مش كثير، زي ما شبك عندي الانتي بادي بتتذكروا على الثايرويد ستيمولاتينج هرمون ريسبتور الموجود عندي على الثايرويد جلاند. نيجي نطلع على امثله اللي هي لها علاقه في تايب 2 الدراج.
اذا معناته لو اجى عندي دراج، هذا الدراج شبك لي يا بنات على انتيجين بتاعت الريد بلاد سيل مثلا، وشبك عليه دراج معين، ممكن يغير من الانتيجينيسيتي بتاعته ويضطر يجي الانتي بودي زي الاي جي جي او الاي جي ام، تمام، ويشبك على هذا الانتيجين، تمام، ويحصل عندنا تحفيز للكومبلمنت ويؤدي انه يحصل عندي مشاكل. يعني ممكن الانتيجين يكون تاع البليتلتس، الانتيجين تاع الوايت بلاد سيل، الانتيجين تاع الريد بلاد سيل، ويحصل عندنا ايش هيموليسيز للخلايا بشكل او باخر، مما يؤدي الى اللي هو ترومبوسايتوبينيا، ليكوبينيا، او يؤدي الى هيموليتيك انيميا. تمام، هذا مثال. مثال اخر الريسس انكومباتيبلتي، انه والله بتسمعوا انتم في موضوع الستات اللي بيلدوا وبكون عندهم مولودهم مثلا عباره عن ار اتش نيجاتيف، اوكي، المولود عفوا بتكون الست ار اتش نيجاتيف ومولوده بيجي ار اتش بوزيتيف، فينصح مثلا الست هذه تاخذ اللي هي مضاد اجينست الار اتش البوزيتيف على اساس انه ما يصيرش عندها اللي هو مشاكل في البيبي الثاني من الولاده. وهذا طبعا لو ما صارش الست ماخذه انتي بودي ممكن يعمل هيموليتيك ديزيز للنيو بورن ويموت البيبي فيها. اذا ايش اللي بصير؟ اللي بيحصل انه عندنا انتي بودي بيشبك على الانتيجين وبيعمل عندي هيموليسيز. اذا هذا عباره عن مثال واضح انه الانتي بودي بيشبك على الريسس انتيجين بتاعت الريد بلاد سيل بيعمل لي هيموليسيز. كمان مثال اخر اللي ذكرناه اتوه يعني قبل شوي الاوتو اميون زي الجريفز ديزيز، انه الانتي بودي بيبقى اجينست مين الريسبتور بتاعت التيرويد ستيمولاتينج هرمون، تمام، وهذا بيؤدي انه يصير عندي هايبر تيرويد ازم، انه بصير عندي تيرويد هرمون بتنتج تيروكسين هرمون تي 3 وتي 4، وهدول كمان بدورهم ممكن ينشطوا خلايا المناعه، تمام، على اساس نقول ايش علاقتهم بالمناعه، ويؤدي انه يصير عندنا كمان اميون رياكشن اجينست اللي هو ماي بادي او ماي سيستم. عندنا مثال اخر اسمه مستينا جريفز اللي ذكرت لكم اياه قبل قليل، انه الانتي بادي بيشبك على اللي هو زي مثلا يشبك على الاوتو على الاسيتيل كولاين ريسبتور، تمام، بتاعت الاسيتيل كولاين، ويصير في عندنا اللي هو وجود كومبلمنت على هذا الانتيجين انتي بادي كومبلكس، مما يستدعي من خلال اللي هو انتاج الانافيلاتوكسين زي السي 3 اي او سي 4 اي عن سي 5 اي، ويستدعوا خلايا المناعه زي نيوتروفيل نيتشر كيلر سيل او مثلا ماكروفيج، وتعمل عمليه ايش تاكل لخلايا اللي هي الموتور نيرفز الموجوده عندي بشكل او باخر، ويصير عندنا انفلاماتوري ريسبونس. نيجي لنمبر 3. نمبر 3 طبعا سهله، مش عندي انتيجين كومبل ثابت. نمبر 3 عباره عن نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي، العلاقه في عمليه انتيجين انتي بودي كومبلكس. والله عندي انا انتي بودي انتيجين موجود في الخلية في الدم، عباره عن دراج اي حاجه كيميكال بيشبك عليها الانتي بودي، وهذا الانتيجين انتي بودي بسمي لي بيعمل لي كومبلكس، تمام، وهذا الكومبلكس طبعا بدوره نوع ممكن يصير له فاجوسايتوسيس، انه ممكن الانتي بودي والانتيجين الموجود عندنا يشبك عليه مين الكومبلمنت ويطلع عندي ويجي يستدعي لي مين الفاجوسيتك سيل وتاخذهم. لكن على اساس انه عم بيحكي عن اميون رياكشن، تمام، انه بصير ان الانتيجين انتي بودي كومبلكس، تمام، ممكن يؤدي انه يعمل لي انفلاماتوري بروسيس، اوكي، انفلاماتوري بروسيس بحيث انه هذا الكومبلكس يروح عندي على الكدني، يروح عندي في السكين، في الجوينتس، في اذر سايتس، تمام، في نفس البلاد فيزلز نفسهم بيعمل لي مشاكل. الاميون كومبلكس هذا ديو دي رياكشن قلنا اي جي جي، ممكن يكون عباره عن لوكال، يكون عباره عن ايش؟ عباره عن لوكال في المنطقه معينه تعرضت لرياكشن، اجى عندي مثلا سيرتن انتي بادي انتيجين، تمام، على السيرفس تاعت السكن وحصل عندي رياكشن من خلال انتيجين انتي بادي رياكشن. ممكن يكون عندنا ايش؟ سيستميك. ايش يعني سيستميك؟ انه والله يكون عندي في اكثر من سيستم من الاجهزه تاعتنا يجي يصير في عندنا ديبوزيشن للانتيجين انتي بادي كومبلكس، وتيجي هناك يحصل عندي انفلاماتوري بروسيس من خلال النيوتروفيل ومن خلال الماكروفيجز. نمبر 3 طبعا قلنا انت اكتيفيتنج انتي بادي كومبلمنت زي ما ذكرنا من خلال انتيجين انتي بادي،
وهذا الكومبلمنت دوره هيعمل اوبزونايزيشن من للانتيجين من خلال النيوتروفيل ماكروفيج زينوفيل او بيزوفيل، او كذلك ايش يحصل عندي انفلاماتوري كومبلمنت اكتيفيشن، انه الكومبلمنت بيطلع منه انافيلاتوكسين زي ما ذكرنا هنا، اوكي، وهذه عملت انكريز فاسكولار بيرميابيليتي واستدعت الماس سيل، يعني هتيجي هذه الانافيلاتوكسينز الموجوده عندي سي 3 اي وسي 5 اي على مين؟ على البيزوفيل، على الماس سيل، وتقول لهم يلا تنشطوا طلعوا المواد تاعتكم واعملوا لي رياكشن بشكل او باخر. تمام؟ هذا بالنسبه لمين؟ لموضوع النمبر 3. That all will lead to the over activation of the immune cell which lead to the tissue destruction، بدي انه يصير في destruction للتيشو، والرياكشن كان occur through 3 phases. First phase formation of immune complex antigen antibody. Second phase precipitation تترسب في مناطق معينة. وطبعا ترسيب في مناطق معينة أكيد له علاقة في الـ في الـ negative positive charge والعلاقة في الضغط بشكل عام. وين المكان اللي أنا بدي أروح أقعد فيه. أوكي. والشغلة الثالثة له علاقة في الدمج اللي هيحصل عندنا بشكل أو بآخر. إذا بيحصل عندنا formation للcomplex precipitation وبعد هيك initiation immune reaction. الاكزامبل سيرم سيكنس عندنا مثال من الامثلة. السيرم سيكنس هو عبارة عن طبعا الاكزامبل في عندنا systemic وعندنا يعني local. السيرم سيكنس هذا عبارة عن reaction occur between the immunized person antibody and the animal antibody and proteins present in the serum in the case of passive immunization immune complex precipitate in tissue and reaction start. كيف يعني؟ هذا طبعا أنا قرأت الجملة. السيرم سيكنس عبارة عن فكرة قديمة من فترة طويلة كانوا يستخدموا في علاج الانفكشن عند الناس، انه يروحوا يستخدموا السيرم لمين؟ لا من خلال يحقنوا اللي هو مثلا الحصن هورسز بسيرتين بكتيريا زي البكتيريا اللي احنا بدنا نلاحظ يكون في هناك مناعه ضدها. فهذا الانتي بوديز اللي تكونت عندنا تمام ضد ميكروب معين، اوكي، بروحوا بيستخلصوها من السيرم بتاعت الحصان تمام مثلا، وبروحوا بحطوا السيرم هذا بحقنوه في الانسان المريض اللي عنده هذا الالتهاب بالبكتيريا، وبصير معادله ما بين الانتيبوديات اللي تكونت عند الحصان ومين وكذلك مين الانتيجين بتاع البكتيريا. هذه المره الاولى اعطينا وتمشي الامور. المره الثانيه لو اعطيت، طبعا انت تنساش لما انت تروح تعطي سيرم بتاع هورس حصان، هو في شغلات كثيرة غريبة على جسم الإنسان، فبكون وكأنه خزن جسم الإنسان عبارة عن ميموري سيل، ميموري مناعة هتتفاعل مرة تانية بشدة بحيث إنها تشبك على الأنتيجينات اللي انعطت الموجودة عندي في السيرم بتاعت الهورس اللي انعطى للمريض، وحيصير وجود أنتيجين أنتي بادي كومبلكس بشكل أو بآخر. تمام؟ هذا بسموه سيرم سيكنس، والأنتيجين أنتي بادي هذا حيجي الكومبلمنت يشبك عليه وحيطلع عنه انافيلاتوكسين وحيستدعي الخلايا، كمان حيزود البيرميابيليتي للبلاد فيزل تمام، وحيصير عندي نوع من الرياكشن. النوع الثاني في الاكزامبل للكومبلكس في السيستميك اللي هو روماتويد انفكشن وذ سيرتن بكتيريا زي الروماتيك فيفر. في عندنا بكتيريا اسمها جروب اي بيتا هيمولوتيك ستريبتوكوكس بكتيريا، هذه ممكن كمان تعمل من كتر الانفكشن بتاعها يصير عندي انتيجين انتي بودي رياكشن، ويعمل اللي هو ديبوزيشن في الهارت، ويصير عندنا جوينت وكذلك الكدني. هذا الديبوزيشن ممكن يؤدي انه في الاخر يحصل وجود انتيجين تشبك على يعني خلال عفوا هذا الانتيجين بتاع البكتيريا هيشبك عليه انتي بوديات كثيره،
ومن كتر هذا الرياكشن انتيجين انتي بودي كومبلكس صار عندنا فورميشن لهذا الكومبلكس على الهارت في الجوينتس في الكدني، وحيحصل عندنا ميون ريسبونس بمعنى انه حيستدعي الكومبلمنت، ويا كومبلمنت اطلع انا فلاتوكسين منك واستدعي اذر سيلز، وحيحصل عندي انفلاماتوري رياكشن، وهذا بسموه ممكن يكون في اكثر من منطقه بسموه سيستميك، زي ما تحدثنا على موضوع السيرم سيكنس از سيستميك. كمان ممكن يكون نوع اخر اوكي موجود عندنا في موضوع ال جود باستر سيندروم، وان اوف ذا كومبليكيشن اوف فايرال ريسبيراتوري انفكشن، يعني بصير عندي رياكشن بشكل او باخر من خلال فايرال انفكشن، بيشبك عليه انتيجين انتي بودي رياكشن، وبيعمل انفلاماتوري بروسيس وين في داخل الميوكس ممبرين الموجود عندي في مناطق التريكيا، او ممكن يكون في اذر ميوكس ممبرين اريا زي يكون عندي في اللانج او مثلا عندي في الكيدني، هذا بسموه جود باستر سيندروم. اوكي، وهون اللي بيحصل في هذا الجانب انه الاميون كومبوننت ستارت تو اتاك ذا اوتو انتيجنز باي كومبلمنت اند فاجوسيتيك سيلز ذات ليد تو بالمونري هيموريج اند جلوميرولو نفرايتس. طبعا هذا الاميون رياكشن تمام حيحصل عندي يكون وضعه صعب لانه في عندنا تحفيز لخلايا المناعه، وهذا ممكن يؤدي الى سير نوع من اللايسز للخلايا بتاعت جسمنا وين المكان تاعهم بغض النظر، ومؤدي الى هيموريج ممكن يؤدي الى جلوميرولو نفرايتس. النوع الثاني لوكالايزد، في عنا رياكشن اسمه ارتوس على اسم عالم، انه ممكن احنا نتعرض الى رياكشن يحصل عنا اسمه ارتوس رياكشن، وهذا الكلام ممكن يؤدي في الخلايا بحيث انه يخليها دائما في حالة نوع من الرياكشن تمام، بحيث انه يكون في هذه الاريا اللي احنا حطينا فيها انتيجين معين تمام، يحصل عندنا رياكشن انتيجين انتي بودي كومبلكس، ويجي عندي الانتي بودي والكومبلمنت، بعد هيك يجي عندنا كسحب او كمهاجمة لهذه الاريا تمام، ويصير في عندنا وجود انفلاتوكسينز تستدعي وجود خلايا اخرى تعمل انفلاماتوري رياكشن. وعندنا ديزيز اخر اسمه فارمر لانج ديزيز اوكير انسايد ذا لانج تمام، انه بصير عندنا بعض الاحيان بورز لبعض انواع الاكتينومايسي تمام، سبورز موجود عندنا للبكتيريا وللفنجس ممكن تعمل لي رياكشن ويكون لوكال تمام، ويصير عندنا برودكشن لهايلي انتي بودي اي جي جي، وممكن يؤدي الى سيفير ميور ريسبونس سيفير ريسبيراتوري بروبلم ديستريس، او ممكن يؤدي انه يصير في عندنا نمونيا بشكل او باخر. بهيك احنا ان شاء الله بنكون انهينا نمبر 3 نمبر 1 و2 و3 من الهايبر سنسيتيفيتي، ونستكمل ان شاء الله في حلقه قادمه اللي هو نمبر 4، ونتحدث ليتر اون عن موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.